مساء الخير على كل مشاهدينا مشاهدي برنامج نون القمة في كل مكان. برحب بحضراتكم في برنامجكم اللي زي ما عودناكم اننا بنناقش فيه كل الاخبار والقضايا اللي بتهم المرأة. حققت المرأة المصرية مكاسب عديدة ونجاحات غير مسبوقة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما حظيت بالمكانة اللائقة التي تستحقها، بل أنها نالت العديد من المكتسبات اللي رسخت مشاركتها في كافة المجالات منذ إعلان الرئيس عام 2017 عام المرأة المصرية واعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030. اليوم في لحظة تاريخية وفارقة في تاريخ القضاء المصري، استطاعت المرأة المصرية أنها تمثل النيابة العامة في مرافعتها أمام الجنايات اللي بتعد أولى عضوات النيابة العامة، اللي بتمثل الادعاء في محاكمة جنائية للمرة الأولى في تاريخ القضاء المصري. هنتابع مع حضراتكم على مدار الحلقة النهاردة قيام المجلس القومي للمرأة بتنفيذ عدة فعاليات في قرى حياة كريمة، وهنلف معاكم دمياط ومطروح علشان تشوفوا معانا نماذج لستات مصر الجدعان. كمان هيبقى معانا العالمة الدكتورة صفاء النحاس اللي قدمت أبحاث علمية في غاية الأهمية في الحقيقة عن إعادة تدوير مخلفات الأسمنت والسكر. أما فقرتنا الثانية النهاردة فهتكون عن الأستاذة إيمان أبو الحسن، أول مديرة لمتحف الأطفال بالمتحف المصري الكبير. كل الأخبار دي هتكون معانا بالتفصيل على مدار الحلقة. بقول لكل السيدات في مصر وفي إفريقيا وفي العالم كل الاحترام، كل التقدير، كل الاعتزاز لكم. تقدمنا وخذنا مكانكن الذي تستحقونه. التضحية التي هي الأمل في مصر الجديدة وبالمرأة المصرية وعزيمتها ستحيا على الدوام مصر العظيمة. خلونا نبدأ حلقتنا النهاردة بالحديث عن تحقيق المرأة المصرية مكاسب عديدة ونجاحات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحصولها على المكانة اللائقة اللي تستحقها، وأنها نالت العديد من المكتسبات اللي الحقيقة رسخت مشاركتها في كافة المجالات منذ إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عام المرأة المصرية واعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030. زي ما قلنا أنه النهاردة في لحظة تاريخية فارقة في تاريخ القضاء المصري، شهدت محكمة جنايات جنوب الجيزة ولأول مرة إسناد المستشار حمادة الصاوي النائب العام إلى المستشارة داليا محمود وكيلة النائب العام تمثيل النيابة العامة في مرافعتها أمام الجنايات، واللي بتعد أولى عضوات النيابة العامة التي يمثلن الادعاء في محاكمة جنائية للمرة الأولى في تاريخ القضاء المصري. بالمناسبة دي خلونا نتعرف أكتر على جهود الدولة المصرية في تمكين المرأة. معنا على التليفون الأستاذة والدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة. برحب بيكي معنا دكتورة نسرين. اهلا وسهلا بحضرتك. كيف قرأتي المشهد ده يا دكتور؟ يعني اعلان اعتلاء المرأة منصة النيابة العامة اللي بيضاف الى ملف دعم المرأة المصرية وتمكينها السياسية. خلينا نتفق ان هو قرار تاريخي، ان هو استكمال لنهج الدولة في دعم تمكين المرأة المصرية وخاصة في تعيينها في المجالس القضائية، الهيئات القضائية. ثم يعني لابد من الإشادة بقرار سيادة المستشار النائب العام بإسناد تمثيل النيابة العامة للسيدة داليا محمود، وكما ذكرتي بأن هي أول امرأة مصرية وأول يعني قاضية تتولى أو أول وكيل للنيابة تتولى هذا المنصب.
خلينا متفقين يا دكتور انه هذا القرار طبعا جزء من سلسله من القرارات التاريخيه الاخيره اللي انصفت المراه المصريه في مجال القضاء. طبعا. شايفه طبعا. المشهد ده ازاي؟ خلينا بس ان نأصل للموضوع بان احنا من خلال دستور 2014 اللي نص على المساواه بين الرجل والمراه، اللي اعاد للمراه حقوقها واكد على محوريه دورها في المجتمع، وبالتالي ايضا نص على حقوقها المدنيه والسياسيه والاقتصاديه، وكفل ليها الحق في تولي الوظائف العامه ووظائف الاداره العليا والتعيين في الجهات العامه ايضا وفي الجهات والهيئات القضائيه، وكفل لها تمثيلا مناسبا في المجالس النيابيه. ايضا خلينا نقول ان وزي ما حضرتك ذكرتي ان في 2017 تم اعلان عام المرأة بالضبط من خلال فخامة رئيس الجمهورية، واللي أتبعه إعلان الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030. وإن إحنا لما هنتكلم عن التمكين السياسي للمرأة، ده أحد المتطلبات الأساسية لتعزيز الديمقراطية، لأن طبعا تعزيز مشاركة المرأة في دوائر صنع القرار ده بيساعد على تحسين السياسات الموجهة ليس فقط ليها لوحدها ولكن لجميع فئات الشعب، وبالتالي ده بيضمن تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص اللي نص عليها الدستور في 2014. دكتورة نسرين، شايفة ازاي أبرز التحديات اللي بتواجه المرأة المصرية الآن بعد النجاحات المتوالية اللي حققتها على المستوى السياسي ووصولها لأعلى المناصب القيادية والوزارية والبرلمانية استكمالا لحديث حضرتك؟ بصي، خلينا نقول ان درجة تمكين المرأة والتمكين السياسي ايضا وتوليها المناصب العليا ده يتصل بصورة مباشرة بإدراك المواطنين وتقبلهم لتقلدها هذه المناصب، وبالتالي في كل الأحوال لازم يكون في استمرارية لمواصلة الجهود اللي بتقوم بيها الدولة، وهي بتقوم بيها على كافة المستويات، ويجب ان يواكبها ايضا ثقافة مجتمعية معضدة لهذا التوجه، اللي طبعا حينما تتولى المرأة وتمكن في هذا الإطار ده بيعود على المجتمع ككل وبيبقى تمكين للمجتمع. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، الدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس القومي للمرأة، شكرا جزيلا لك. قام المجلس القومي للمرأة بتنفيذ عدة فعاليات في قرى حياة كريمة، وبيأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وإطار أيضا المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأيضا في إطار مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي الذي بينفذه المجلس بالشراكة مع البنك المركزي ضمن برنامج الشمول المالي. كمان نظم المجلس عدة فعاليات بمحافظات أسيوط وقنا والقليوبية وبني سويف والبحيرة والمنيا وأيضا الشرقية. بيأتي هذا الأمر يعني في توقيت تنظم فيه المجلس حملات لطرق أبواب بقرى حياة كريمة بالمحافظات المستهدفة وتسجيل بطاقات رقم قومي على تطبيق تحويشة، وكمان تضمنت الفعاليات تنظيم زيارات ميدانية لعدد من القرى بالمحافظات لتعريف السيدات بمشروع الادخار والإقراض الرقمي والشمول المالي وأهميته، وكمان الحقيقة يعني العمل على تحفيزهم على المشاركة وتسجيلهم على تطبيق تحويشة واستخراج بطاقات رقم قومي ليهم بالمجان. لمزيد من التفاصيل بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة نرمين محمود مقررة المجلس القومي للمرأة في بني سويف، برحب بحضرتك معنا. اهلا بحضرتك استاذه سمر واهلا بكل الساده المشاهدين. بشكرك استاذه نرمين. بدايه لو تكلمينا عن جهود المجلس القومي للمراه في تنفيذ عدد من الفعاليات في قرى حياه كريمه في اطار المشروع القومي لتنميه الاسره المصريه خاصه في بني سويف. هو زي ما حضرتك قلتي في المقدمه، المجلس القومي للمراه بينفذ عدد كبير من الفعاليات والانشطه المختلفه على مدار الفتره الماضيه، يعني احنا تقريبا ما يقرب من اكثر من عام ونصف في قرى المبادره الرئاسيه حياه كريمه. في محافظه بني سويف عندنا مركزين بيتم تطبيق فيهم المبادره حياه كريمه، في مركز بيبا ومركز ناصر، ما يعادل حوالي 66 قريه بالمركزين.
المجلس القومي للمرأة نفذ على مدار الفترة السابقة عدد كبير جدا من الأنشطة، وما زلنا طبعا مستمرين في فيما يخص المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. نفذنا العديد من جلسات التوعية تحت مسمى جلسات الدوار بالتعاون مع مديرية الأوقاف في بني سويف، وتدريب عدد كبير من الأئمة على رسائل تنمية الأسرة المصرية. يتم نشر الوعي لدى السيدات بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة عن أهمية طبعا الأسرة المصرية وكل ما له علاقة بالموضوعات المختلفة. بالإضافة طبعا إلى أن احنا يعني أحد المحاور اللي بيعمل فيها المجلس القومي للمرأة هو التمكين الاقتصادي. التمكين الاقتصادي بينفذ عدد كبير من البرامج والورش العمل والدورات التدريبية وغيره عن موضوعات مهمة أهمها الشمول المالي والتحول الرقمي. وكان خلال الفترة الماضية نفذنا عدد كبير جدا من الأنشطة للسيدات بكرة مبادرة الرئاسية حياة كريمة عن إزاي إن هي يبقى تقدر إنها تعد لنفسها ميزانية داخل بيتها، إزاي إن هي تبقى صاحبة مشروع وتعد دراسة جدوى. بنعرفها على الجهات اللي ممكن إنها تقدر توصل من خلالها للحصول على المشروعات الصغيرة. بالإضافة طبعا لعدد آخر من الأنشطة، من استخراج بطاقة الرقم القومي، منها الأمسيات الثقافية اللي بتنشر أيضا رسائل الوعي بمناهضة العنف ضد المرأة، وغيرها من الأنشطة العديدة المختلفة اللي بيتم تنفيذها داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة بني سويف. طيب ده ربما يعني الجزء الذي يخص الزيارات الميدانية اللي قام بها عضوات المجلس القومي للمرأة في بني سويف لتعريف طبعا السيدات بمشروع الادخار والإقراض الرقمي والشمول المالي وإلى خلافه. إزاي بقى بيتم تحفيز السيدات على المشاركة وتسجيلهم على تطبيق تحويشة؟ هو المبادرة التحويشة أو الادخار والإقراض دي مبادرة بينفذها فرع المجلس القومي للمرأة في بني سويف، أحد المحافظات طبعا اللي بيتم تنفيذ فيها المبادرة بالتعاون ما بين البنك المركزي والمجلس القومي للمرأة. احنا يعني مستهدفين في مركزي حياة كريمة، في مركز بيبا مستهدفين ما يقرب من 13,000 سيدة في حوالي 12 قرية بتوابعهم داخل المركز بيبا، وفي مركز ناصر مستهدفين ما يقرب أيضا من حوالي 17,000 سيدة في حوالي 8 قرى من قرى مركز ناصر. بنحاول بقدر الإمكان إن احنا بننفذ عدد من الأنشطة اللي بنقدر إن احنا ننشر فيها أهمية الادخار والإقراض كمبادرة بينفذها المجلس القومي للمرأة. بننفذ حملات طرق الأبواب، وده اللي بينزل يوعي فيه السيدات أو اللي هم اللي احنا بنقول عليهم المستهدفات بتوعتنا أو العضوات داخل المجموعات الادخارية بأهمية الشمول المالي، أهمية ان هي يبقى عندها مشروع صغير وتنضم للمجموعات الادخاريه بتاعتنا. وبعد كده بيبقى في تطبيق بيتم يعني تحميله اللي هو تطبيق تحويشه، بيتم تحميله على التليفونات الخاصه بالمستهدفات بتاعتنا بحيث انهم يقدروا من خلال هذا التطبيق انهم يعني يبقى ليهم حساب في البنك، يقدروا انهم يدخروا، يقدروا ايضا انهم يقترضوا. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الاستاذه نرمين محمود مقرره المجلس القومي للمراه في بني سويف، شكرا جزيلا لك. اتطورت رياضة القوس والسهم على مدار السنوات من لعبة بدائية لرياضة منظمة بتقام لها بطولات، وظهرت في الأولمبياد الحقيقة للمرة الأولى في باريس عام 1900، وفضلت حتى عام 1920 إلى أن تم استبعادها نتيجة لغياب الأنظمة والقوانين الخاصة بهذه الرياضة. ورغم كده تأسس اتحاد دولي خاص بها عام 1931 في بولونيا، وعلى هذا الأساس رجعت هذه اللعبة لتدخل الألعاب الأولمبية من جديد عام 1972. اللعبة دي يعني شهير أو مشهور أنه بيلعبها الرجال والسيدات على حد سواء، لكن أن تحترف المرأة تدريبها هو من أحدث الأمور الجديدة على هذه الرياضة في مصر. منى وهديل بنتين بمحترفات تدريب رماية القوس والسهم، خلونا نشوف التفاصيل دي عنهم في التقرير التالي مع زميلتنا نجاة الجبالي مراسلة اكسترا نيوز، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. تبدو ثقوبا لكنها محاولات لا تمل ولا تكل من إصابة الهدف. كان نفسي ان انا العب اللعبة دي من زمان، فكان يوم عيد ميلادي كده قررت ان انا اعمل حاجة جديدة.
شغف كهذا تماماً أخذ الفتاة البورسعيدية ذات القدرات الإبداعية الخاصة إلى أرض القوس والسهم، وإصابة في الكتف أخذت منى من قوس الرماية إلى ساحة التدريب بشغف جديد. وقفت اللعبة، حصلت إصابة معينة في كتفي بس هي خفيفة يعني عامة، بس أنا بقى من حبي للمكان أصلاً وللعبة فقلت إن أنا آجي طيب أكون مساعد مدرب الأول وأتعلم وأبقى عايشة في مجال اللعبة برضه. أنا حبيت إن أنا أكون مدرب بعد لما مارست المهنة، لقيت إن هي ليها طعم تاني برضو غير اللاعب. اللاعب هو بيفرح لما هو يحقق مركز أو يحقق بطولة معينة، أما المدرب لقيت الميزة بتاعته إن هو بيفرح أصلاً مع كل لاعب، يعني تحس إن هو ابنك ده هو اللي بيدخل أو بنتك بيحقق مركز. هدفي بقى إني أخلي كل لاعب شغوف باللعبة دي. هنا تلتقي الأهداف. على مساحة التصويب الصفراء سددت هديل أيضاً هدفها باقتحام عالم التدريب لتكون رقماً واعداً من بين 4 مدربات سيدات في مصر. الشغف ده بالنسبة لي، بابا أصلاً كان بيحب الرماية جداً وهو كان بالنسبة لي مصدر الإلهام بتاعي. أنا حاسة اللعبة دي بالنسبة لي اللي هو بتبقي عايزة مثلاً توصلي نقطة معينة، عايزة مثلاً حد بتشوفيه مثلاً بيلعب إزاي، عايزة مثلاً توجهيه في حاجات فنية مثلاً إن هو يعرف يظبطها. كلاعبة مثلاً بيبقى فيكي أخطاء مش شايفاها، لما مثلاً تيجي تمرني حد وانتي بتمرني بتعرفي الأخطاء بتاعتك، فمن خلالها الموضوع عندك في الرماية بيتطور أكتر. بلا اتفاق وصفتا أستاذهما بالأب الروحي، لكن ما الاستعداد الذي حملته الفتاتان ليصنع منهما أستاذهما نجمات مستقبل في مجال التدريب؟ أنا عندي مدربين بنات أنا بعتبرهم أحسن من مدربين رجال في أندية تانية، كلهم مدربين يمرنوا أندية بالكامل. صناعة مدرب دي بتيجي بناء على ان هو بقى لاعب، بنشوف فيه مهارة التدريب انه ينقل المعلومة وبأدق التفاصيل فيها، فلازم يكون كلام المدرب مقنع جدا وجد جدا وحازم جدا، ولازم يبقى عينه ما بتجيش الا على الغلط. الكوتش فتاة وليس رجل، كيف استقبل إبرام الأمر وهو طبيب العيون الذي أتى ليتلقى تدريبا ماهرا يخلصه من ضغوط عمله؟ المدربين البنات بتبقى ليهم ملاحظات على التفاصيل، فطبعا الاحتكاك مع المدرب البنت طبعا بيوضح شوية ملاحظات وحاجات مش اكتر قوي من الرجال عشان ما نبقاش يعني، لكن يعني يمكن ملاحظاتهم بتبقى ادق واقوى فعلا. من يتقن اللعبة يتقن صيانتها كلما تطلب الامر ذلك، ويتقن فنون التعامل الهادئ مع كل مبتدئ يريد ان يتذوق حلاوة التصويب على لوحة الاهداف الملونة. ان تمسك القوس وتشد الوتر وتطلق السهم ليس سهلا كما يبدو، ولكن بمجرد ان تصيب المنطقة الصفراء يولد الشغف وتولد معه الثقة التي تطال كل جوانب حياتك، لتدرك حينها لماذا لا يرى أبطال القوس والسهم من هذه اللعبة إلا ألوانها المبهجة. نجاة الجبالي، إكسترا نيوز. في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، نجحت محافظة البحيرة في الكشف عن 2,711,686 سيدة، كمان تم إحالة 54,724 لتلقي العلاج بمختلف وحدات ومستشفيات المحافظة. تستهدف المبادرة الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والعلاج منه من خلال مراكز علاج الأورام المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، ومنها بكل تأكيد مركز أورام دمنهور، والكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة. مزيد من التفاصيل بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة. برحب بحضرتك معنا دكتور. مساء الخير أستاذة هدير، ومساء الخير لكل السادة المشاهدين. مساء الخير لحضرتك. لو تكلمينا دكتورة نهال في البداية عن جهود الدولة في التوعية بالكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي في البحيرة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية. في البداية احنا بنتوجه بخمس الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بمثل هذه المبادرات اللي قدرت واحدة منها، وهي طبعا زي ما حضرتك عارفة القضاء على فيروس سي، ودي كانت طفرة كبيرة جدا. يعني احنا في محافظة البحيرة الحقيقة بنوجه خمس الشكر ان احنا قضينا على 3,100,000 مواطن كان مصاب بفيروس سي بمثل هذه المبادرات. فيما يخص صحة المرأة، والحقيقة منذ بداية تدشينها
بتوجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزاره الصحه والسكان، خصصنا 235 وحده صحيه لتلقي السيدات للفحص المبكر، صحه المراه عموما عن السرطان الثدي ده فحص مبكر، برضو بنكشف عن وزنها، طولها، ضغطها، لو في مرض السكري، لو في اي امراض اخرى، مخصصين من 9 صباحا ل 3 عصرا ما عدا يوم الجمعه، وفي خط ساخن اللي هو على مستوى يعني الوزاره بالكامل 15335، وفي كمان موقع الكتروني تقدر كمان انها تبص وتشوف اقرب وحده صحيه ليها. زي ما حضرتك ذكرتي وبشكرك يعني على دقه التفاصيل، احنا حتى الان عندنا المترددات اللي هم فحصوا ومترددين لمتابعه الفحص 2,711,686 سيده، منهم زياره بتيجي لنا لاول مره، يعني بتيجي تفحص بقى لاول مره من بدايه التدشين، وحتى الان 1,559,000 سيده جديده جايه لنا لاول مره. عندنا برضو زيارات عارضه ودوريه، وتم احاله زي ما حضرتك قلتي، الاحاله دي لما بيحصل كشف لا قدر الله بيدل على ان في احتياج للكشف الماموجرام، وهو الجهاز المخصص للكشف عن سرطانات الثدي، بنبتدي نعمل احاله لهذه الحاله. احنا احلنا حتى الان زي ما حضرتك ذكرتي 54,724، ولكن الحمد لله اقل من ثمن هذا الرقم طلع ان احنا كشفنا عن اصابه مبكره للسرطان، وبالتالي تم احالتهم لمعهد الاورام بدمنهور وبيتلقوا العلاج. وحضرتك عارفه ان سرطان الثدي ده من احسن السرطانات اللي بتستجيب للعلاج في حاله الاكتشاف المبكر، وهو ده كان الهدف من مبادره صحه المراه. حضرتك بتتحدثي عن توفير 235 وحده في البحيره، وفي توافر مثلا لجهاز زي النانو جرام لل يعني للبحث والكشف المبكر. يعني ده مجهود كبير طبعا يا دكتور. كلمينا اكتر عن استمرار المبادره كخدمه اساسيه في تقديم خدمات وحدات الرعايه الاوليه. طبعا حضرتك ال 235 وحده، احنا عندنا ما يقرب من 360 وحده صحيه، دول عدد من العدد الاجمالي اللي تم تخصيصهم. بالظبط يا فندم. كمان بزياده بقى الاعداد الوحدات طبعا الصحيه اللي بتضمها مبادره حياه كريمه لما تنتهي يعني انتهاء تدشين المبادره ودخول المحافظه في منظومه التامين الصحي الشامل، هذا الرقم سيتضاعف، لان بيبقى فيه بقى زي ما حضرتك عارفه مركز طبي متخصص ومركز طب اسره يعني، وبرده بتتوالى زي ما حضرتك قلتي المبادره مستمره. عندنا كمان مبادره لصحه الام والجنين، ودي معنيه بالحوامل اكثر وبال يعني الاطفال والذكور والامومه، وحتى الان كشفنا على 125,974 سيده يعني منتظره جنين. وكمان عندنا مبادرات اخرى زي حقك تنظمي لتنظيم الاسره واستعمال يعني وسائل التنظيم المختلفه، وكمان للمتابعات والتباعد بين المولود والمولود الاخر، وكمان حملات ل يعني نطمن على صحه الجنين والكشف المبكر عن الاذن بالذات اللي هو رسم السمع او كشف السمع المبكر للاطفال اول ما بيتولدوا، وده كان توجيهات فخامه الرئيس عشان نقدر نكتشف لو في اي ديفكت او اي يعني عيوب خلقيه في مساله السمع او الاذن، نقدر ان احنا نتدخل مبكرا، بتبقى فرصه الاطفال. غير كده وكده حضرتك اكيد متابعه ان في مبادرات دوريه لصحه الطفل نفسها زي الكشف المبكر عن السمنه والانيميا والتقزم. الحقيقه احنا يعني في مبادره صحه الام او المراه او المبادرات بنهتم جدا بصحه المواطن المصري اللي هو اساس وهو الاستثمار الرئيسي هو الانسان المصري، وده احنا مهتمين بيه جدا. مديريه الصحه بالبحيره الحقيقه بتقوم بقوافل في كل النجوع والكفور والعزب والتوابع اللي هي ممكن تكون بعيده عن الوحده الصحيه اللي في القريه، عشان تاكد ان المبادرات دي مش بس للناس انها تروح تزور الوحدات، احنا كمان بنزورهم من غير القوافل. وزي ما قلت لحضرتك يعني مبادره الكشف المبكر عن فيروس سي وعلاجه قضت على 3 مليون اصابه و100 وكسور هنا في محافظه البحيره، فان شاء الله نقدر بمثل هذه المبادرات بالنسبه للمراه اللي انا طبعا متحيزه ليها واللي بوجه لها كل التحيه من خلال حضرتك، وبرده بهني بنضم صوتنا
المواطنين طبعا. بمناسبة يعني ذكرى الإسراء والمعراج، فإحنا بنتمنى للجميع الصحة والعافية، ما بالك بقى المرأة وهي يعني عصب الأسرة وهي طبعا. كل عام وحضرتك بخير والأسرة المصرية والشعب المصري بخير. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، شكرا جزيلا لحضرتك. أسماء سليم من ذوي الهمم قدرت بإرادتها إنها تتميز علميا وحصلت على ليسانس في الأداب قسم تاريخ، وعملت كمدرسة في فصول النور للمكفوفين، ثم التحقت أسماء بعد كده في وانشغلت في الدراسات العليا، وأصبحت أول فتاة كفيفة بتناقش رسالة الماجستير بجامعة مطروح. خلينا نشوف التقرير ده عن أسماء اللي أجرته زميلتنا ياسمين شعيب مراسلة إكسترا نيوز من مطروح، ونرجع مرة تانية. عندي إعاقة بصرية، الحمد لله أنا تغلبت على ذلك وقدرت أن أنا أوصل أكمل تعليمي في جامعة القاهرة قسم تاريخ كلية الأداب بتقدير جيد. بعد ذلك انتقلت إلى محافظة مطروح لإتمام دراسات الماجستير. الحمد لله قدرت أن أنا بعد ذلك أكمل دراستي، تكملت دراسة الدبلوم التربوي جامعة مطروح. بعد ما خلصت التمهيدي الماجستير قررت أن أنا لازم أسجل رسالة ماجستير، بس ما تكونش رسالة مكتوبة على ورق، أنا عايزة رسالة نابعة من مشكلة جوايا أنا حاسة بيها، والمشكلة دي لها أهمية في المجتمع وبيعاني منها الطلاب ذوي الإعاقة البصرية. لقيت أن الطلاب عندي أن هم بيبقوا معايا في مرحلة الابتدائي، بعد كده بينتقلوا من المرحلة الإعدادية والثانوية للدمج، أن المعلمين ما عندهمش الخبرة الكاملة أن هم يقدروا يتعاملوا مع الطلاب ذوي الإعاقة البصرية، لأن هم ما يعرفوش يعني إيه طريقة برايل، ما يعرفوش الأدوات اللي هم بيستخدموا. لذلك أنا قررت أن أنا أشتغل على النقطة دي، قررت أن أنا أسجل رسالة ماجستير بعنوان فاعلية برنامج قائم على التفكير فوق المعرفي في تنمية مهارات القراءة والكتابة بطريقة برايل لدى الطالبة المعلمة بكلية التربية للطفولة المبكرة بمطروح. أنا قدرت أن أنا الحمد لله أطبق البرنامج، الطالبات بدأوا أن هم الحمد لله يتقنوا تعلم مهارات القراءة والكتابة بطريقة برايل. دلوقتي ان الطالبات اللي انا قمت بتدريبهم حتى لو هم بقوا لهم فرصة عمل حاليا ان هم يقدروا يشتغلوا مع طلاب ذوي اعاقة بصرية من مرحلة رياض الاطفال، خلاص الطالبة دي او المعلمة دي بقت عندها الخبرة الكاملة. اول طالبة ماجستير من ذوي الهمم بتناقش رسالة ماجستير في رحاب جامعة مطروح. على مدار سنة واربع شهور او ثلاث شهور كنا متواصلين مع بعض حتى ان هي فعلا تخطط الماجستير، وكانت بالفعل جديرة ان هي تاخد درجة الماجستير. ومن مطروح لدمياط قصتنا المرة دي هتكون مع الست فتحية محمد الباني اللي بتشتغل أشغال يدوية زي الخياطة والتريكو من صغرها على مدار أكتر من 40 سنة. قررت الست فتحية أنها تتطوع في المجلس القومي للمرأة وفي المدينة الأمينة علشان تعلم سيدات أخريات فن الخياطة. خلينا نشوف التقرير ده عن الست فتحية اللي أجراه زميلنا حلم ياسين مراسل إكسترا نيوز في دمياط. اشتغلت فترة كروشيه وفترة تريكو، أكبر فترة اشتغلتها كان عندي مكنة تريكو وخدت معاها فترة كبيرة، ورجعت بقى جبت مكنة خياطة بقى واشتغلت مع الخياطة برضو بقالي فترة بتاع 10 سنين أو أكتر. فالحمد لله بقيت اشتغل، بس يعني ايه ما كانش الناس تعرفنا قد كده. المدينة الأمينة اتعملت وجينا هنا وتعرفت على ناس جديدة وناس عرفتني وبقنا نطلع معارض هنا، أشغال تدريبات ورش كروشيه وتريكو وخرز وتطريز، كل الأشغال اليدوية موجودة.
ومن ضمنها الخياطة، وبنشتغل والشغل بتاعنا بنخرج بيه معارض راس البر أو دمياط، ناس بنعرف ناس أكتر وناس تعرفنا أكتر، فالوقت بقى المشروع حلو شغال، وبنساعد على دخل بيتنا أنا والستات اللي معايا، بنعلم ستات وبنات كبار وصغيرين، حتى في المدارس بيجوا في الأجازة بيتعلموا برضو وعملوا نفسهم حاجات، فبتبقى سعيدة جدا إن هي عملت حاجة ولبستها وحلوة، يعني مش أي كلام. نجح فريق بحثي بجامعة جنوب الوادي بتقوده الدكتورة صفاء النحاس أستاذ مساعد في الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم جامعة جنوب الوادي، نجح في تحويل مخلفات الأسمنت لثروة علمية واقتصادية، خاصة أن مصر يعني لديها 18 مصنع أسمنت على الأقل وتنتج كميات هائلة وكبيرة من المخلفات يمكن أن تضر بالبيئة ويمكن أيضا الاستفادة منها. هذا البحث لم يكن الأول للدكتورة صفاء، لأنها في الحقيقة عندها كتير من المشروعات العلمية بصفتها عضو في فريق مشروع تحضير الأسمدة الطبيعية والعضوية للتنمية المستدامة والأمن الغذائي، ومشروع تحضير الهيدروجين الأخضر اللي بيعد وقود صديق للبيئة ولا يحدث أي تلوث، كمان مشروع تحويل مخلفات شركات السكر إلى سماد عضوي عالي الجودة. ومن الأبحاث المهمة أيضا اللي عملت عليها الدكتورة صفاء هو استخدام مواد رخيصة الثمن للتخلص من ثاني أكسيد الكربون اللي طبعا بيتسبب في الاحتباس الحراري. لمزيد من التفاصيل بينضم إلينا عبر زوم الدكتورة صفاء النحاس أستاذ مساعد في الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم جامعة جنوب الوادي. برحب بحضرتك معنا دكتور، وبرحب وتحياتي لفريق البحث اللي بيتعاون معك. السلام عليكم أستاذة صبر، إزاي حضرتك عاملة إيه؟ تحياتي لكم جميعا ولحضرتك ولأستاذة نعمات وجميع فريق الإعداد. أنا بشكرك بنشكرك جزيلا يا دكتور. لو تكلمينا بداية دكتورة صفاء في البداية عن مشوارك الأكاديمي الطويل. الحمد لله رب العالمين، أنا ليا 28 سنة في مشوار أكاديمي بتاعي من أول ما تعينت في الجامعة، وأنا كنت حابة الكيمياء جدا جدا، ودايما ليا مقولة شهيرة دايما بكررها إن الحياة كلها كيمياء، وبدأت أتخصص في تدوير المخلفات، في معالجة المية، في الطاقة المتجددة، وكمان في معالجة النفايات وعلوم المواد. بدأ الموضوع في الأول خالص حضرتك بأن أنا كنت في المطبخ، وأول حاجة خدتها هي قشر البطاطس وحولته الكربون عالي الجودة، ومن هنا كانت بقى الهدف الأساسي أن أنا دايماً عن نظري دايماً على أن أنا أعمل عملية تدوير والاستفادة القصوى للمواد المتاحة حوالينا إعادة استخدامها. ده بعد نظر طبعا بحييكي عليه دكتور. طبعا نجاحك في التخصص في أربع مجالات علمية في منتهى الأهمية، طبعا الكيمياء الفيزيائية، الكيمياء البيئية، تحاليل المية، تدوير المخلفات، كلمينا عن أهم الأبحاث التطبيقية اللي نشرتيها في هذه المجالات. الحمد لله، هو كل الحمد لله أبحاثي كلها تطبيقية، وكلها الحمد لله ليها مردود ومنشورة في مجلات دولية ذات امباكت فاكتور عالي. آخر بحث اللي احنا كنا أنا وفريق البحث العلمي كان الأستاذ الدكتور زوجي الدكتور سامح حلوي ودكتور عادل ودكتور أحمد وابننا دكتور محمود، قدرنا ناخد مخلفات الأسمنت، وحضرتك عارفة كم الرهيب لمخلفات الأسمنت الموجودة عندنا، مصانع كتيرة جدا، هو مصدر عالي بالكالسيوم، قدرنا نحوله لمادة ترابيور اللي هي الهيدروكسي أباتايت. هيدروكسيات الكيلو جرام منها يعني البيور منها في طبقة لسيجما أطرش واللي هي في حجم النانو تحديدا، وليها سيرفس اريا عالي تقريبا يصل الى 183 الف جنيه مصري. دي ثروه علميه واقتصاديه بتكلمي عنها طبعا. طبعا حضرتك، وده كمان انا كمان ما سكتناش على كده، ان انا كمان استخدمناها كماده معالجه في الفلاتر، والحمد لله عرضنا الموضوع ده في مؤتمر المياه في 2019
وكان ليه استجابة حلوة جدا. وبرضو عملنا حاجة تانية جميلة جدا وكان ليها مردود عالي، اللي هو تصنيع مادة الزيولايت من المخلفات، وده الحمد لله منشور في مجلة انترناشونال، امباكت بتاعها 7.5، وده يعتبر مؤشر عالي. يعني الزيولايت حقيقة الأمر إن هو مفيش في مصر خالص منه، من المعادن اللي هي الطبيعية اللي مش موجودة في خريطة جمهورية مصر العربية، مفيش، كله بيستورد من اليمن تحديدا من الأردن. هنا بقى مش هقول لحضرتك الكيلو جرام، هقول لحضرتك ال 100 جرام. ال 100 جرام من ساينثيتك زيولايت ده يعني ممكن يصل، لأن أنا عندي عدد من أنواع كتيرة جدا بيستخدم في حاجات كتيرة، ممكن يصل ل 65. ال 100 جرام مش الكيلو، 65. طيب دكتور صفاء، احنا عايزين نبسط الفكرة ونبسط المصطلحات العلمية للمشاهد البسيط اللي بيشوفنا. شايفة ازاي أهمية البحث العلمي ربطه بالصناعة؟ ايه أبرز المشاريع اللي شايفة انها ممكن تتحول لصناعة فيما يخص هذا المجال؟ هو حاليا أهم المحاور عموما هي ربط الصناعة بالبحث العلمي، لأن هي القاطرة. أنا شايفة في اعتقادي في توجهي يعني إن البحث العلمي هي قاطرة للتقدم للأمام. ف يعني هو اللي هيوصلنا إن شاء الله، يبقى عندنا إنتاج محلي، يبقى عندنا حاجات للتصدير، اكتفاء ذاتي. حضرتك عارفة الموضوع ده بدأ بعد جائحة كورونا. صحيح. فإحنا محتاجين كل مواردنا، ده رقم واحد، حفاظ على البيئة بتاعتنا والتنمية المستدامة ونحقق رؤية مصر 2030. ربما ده بيواكب فعلا نظرة الدولة للتحول الأخضر. تفضلي. بالظبط كده. إحنا يعني كم المواد اللي إحنا محضرين منها، يعني تقريبا دايما بنلجأ إن إحنا نستخدم المواد الصديقة للبيئة. ففي من ضمن الحاجات برضو إنتاج الـ H2O2 بطرق صديقة للبيئة، معالجة سوس النخيل بطرق صديقة للبيئة. دلوقتي بقى همنا الشاغل الوقود، فإحنا حاليا شغالين على مشروع إن إحنا إن شاء الله نحضر الهيدروجين الأخضر بكميات كويسة جدا، وكمان ننزل بسعر الكيلو جرام للهيدروجين من السعر اللي هو، لأن إحنا في 2025 متوقع ان يبقى سعر الكيلو جرام الهيدروجين حوالي 2.68 دولار للكيلو. في نقاط يا دكتور أهمية هذا الهيدروجين الأخضر اللي بتتجه إليه طبعا، يعني منظور الدولة المصرية في الفترة القادمة. الهيدروجين الأخضر هو وقود نظيف، ما ببساطة كده ما بيطلع ليش ثاني أكسيد الكربون، وما بيطلع ليش ملوثات، ما بيعمليش احتباس حراري، ما بيعملش معايا أي مشكلة، بل بالعكس ان مناطق احتراقه ما بيضلعليش مشاكل البيئه، ده بالعكس كمان بيديني ميه. طيب مشكلته في ايه؟ مشكلته انه سعره مازال عالي، فبيتجهوا حاليا انهم، لان احنا القرن ده هو قرن الطاقه الشمسيه، فان احنا ناخد الطاقه اللي هي البدائل، بدل ما نعمل الكتروليسيس للميه نستخدم اللي هو نستخدم الوقود المتجدد زي مثلا الطاقه الشمسيه، طاقه الرياح وخلافه، عشان بس نرخص سعر الكيلو جرام من الهيدروجين. فاحنا الحمد لله طبعا هو توجه عالمي كده، وتوجه طبعا بتسعى ليه الدوله المصريه التحول الى يعني مصادر الطاقه المستدامه. انا بشكرك شكرا جزيلا وبحييكي دكتوره صفاء النحاس، استاذ مساعد في الكيمياء الفيزيائيه بكليه العلوم جامعه جنوب الوادي، شكرا جزيلا لحضرتك. نروح لفصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود من بعده لاستكمال باقي فقرات من القمة، ابقوا معنا. بجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام. في فقرتنا التانية النهاردة هيكون معانا نموذج ملهم حقيقي لأثرية مصرية نجحت في أنها تصبح أول مديرة لمتحف الأطفال بالمتحف المصري الكبير، وطوال فترة عملها بتحرص على الإشراف على البحث العلمي للمحتوى الأثري وتحويله إلى عرض متحفي شيق يتناسب مع الفئات العمرية لمتحف الأطفال. والحقيقة أنها ساهمت أيضا في تحويل المحتوى الأثري لألعاب تكنولوجية وبرامج تعليمية بتربط الأطفال بتاريخنا وتراثنا، مع مراجعة تصاميم العرض المتحفي بكل تأكيد من الناحية الأثرية للتأكد من صحتها ودقتها. ضيفتي في الاستوديو حصلت على درجة الماجستير في قسم الدراسات المتحفية عن متاحف الأطفال عام 2018 من جامعة حلوان وجامعة يوليوس ماكسيميليان في ألمانيا. بيعتبر متحف الأطفال هو أول وأكبر متحف بيعطي الأطفال تجربة فريدة وشيقة عن مصر القديمة منذ عصور ما قبل التاريخ والأسرات حتى العصرين اليوناني والروماني،
وأيضا التراث المصري، ويعني بكل تأكيد بيقع في قلب المتحف المصري الكبير. رحبوا معايا بضيفتي في الاستوديو الأستاذة إيمان أبو الحسن، مديرة متحف الأطفال بالمتحف المصري الكبير. برحب بك معانا أستاذة إيمان. أهلا بحضرتك، منورانا في الاستوديو. شكرا جدا. طيب بداية عاوزاكي تحكي لنا يعني إيه متحف أطفال، يعني بيختلف في إيه عن المتاحف العادية؟ ممكن نبدأ بكده ونقول إن متحف الأطفال زيه زي المتحف العادي، إن هو مؤسسة غير ربحية، هدفها الأساسي هو التعليم والثقافة، ولكنه بيبقى هدفه الأساسي واهتمامه الأكبر باهتمامات الأطفال وإزاي نوصل لاحتياجاتهم ويحصلوا على تجربة تعليمية تفاعلية ممتعة. دي أول تجربة طبعا بتقام فيها على هذا النسق يعني فيما يخص المتاحف المقامة للأطفال في مصر بأكملها، صحيح؟ وكمان خليني أقول لك حاجة كمان، إن بالنسبة للفرق ما بين المتحف العادي ومتاحف الأطفال، إن مثلا على سبيل المثال المتحف العادي بيكون اهتمامه الأكبر على الكولكشن أو المجموعة المعروضة، زي مثلا متحف التحرير فالاهتمام الأساسي أو أهم ما يميزه هي المجموعة الأثرية للقطع الأثرية المعروضة جواه، أو مثلا لو بمثال آخر متحف أم كلثوم فالأهمية أو أهم ما يميزه هي المجموعة المعروضة لمقتنيات الفنانة أم كلثوم. أمال إيه بقى اللي بيميز متحف الأطفال؟ متحف الأطفال أهم ما يميزه هو الأطفال، الكنز الحقيقي هو الأطفال. يعني أيا كان المعروضات اللي أنت هتقدميها لهم، بس بيصبح الاهتمام الأمثل هو الأطفال. أيا كان الحاجة اللي أنت هتعرضيها أو هتقدميها لهم تكون بشكل تعليمي وتفاعلي وممتع بالنسبة ليهم. هيشوفوا إيه أستاذة إيمان؟ يعني احنا دلوقتي افترضنا انه مجموعة الاطفال دخلوا وابتدوا يعني اول خطواتهم داخل متحف الاطفال، ايه اول حاجة هيقابلوها؟ يعني مثلا هنقول متحف الاطفال في المتحف المصري الكبير. متحف الاطفال في المتحف المصري الكبير، انا بحب قوي جملة ان هو قلب المتحف الكبير، ان هو كمان بيقع جنب قاعة توت عنخ امون والجراند ستيرز. متحف الأطفال بنتكلم عن متحف داخل المتحف، متحف داخل المتحف يعني هو متحف أطفال داخل المتحف المصري الكبير. عبارة عن إيه؟ عبارة عن قاعة عرض رئيسية وست فصول دراسية ومكتبة ومسرح وكمان قاعة للإبداع الفني، الحاجات الهاندس أون اللي هم هيعملوها بإيديهم. خلينا نتوقف بقى حاجة، ست فصول دراسية. أنا دلوقتي مجموعة الأطفال داخلة في رحلة مدرسية أو في جولة مع يعني الأب والأم. هيعملوا إيه في الفصول الدراسية؟ الفصول الدراسية هي أماكن للحصول على ورش عمل، يعني كلها هيحصلوا على أنشطة تفاعلية بإيديهم، كلها حاجات هاندس أون، علشان يبقى إحنا بنقولها هاندس أون، إذن فهو هاندس أون، إذن فإن هو كل حاجة هتثبت المعلومة في دماغهم ومش هينسوها بإيديهم ومش هينسوها. ده بالنسبة للفصول، الست فصول دراسية هيبقى فيها مجموعة من الأنشطة أو ورش العمل المختلفة اللي هتتجدد دوريا، يعني الطفل هيجي مرة هيلاقي مرة تانية هيلاقي ورشة مختلفة جوه الفصول الدراسية. في البرامج، سواء البرامج اللي احنا هنقدمها إن شاء الله بعد الافتتاح، أو لو حتى هو هياخد الجولة جوه قاعة القاعة الرئيسية لمتحف الأطفال، وبعد كده هياخد مجموعة من الأنشطة جوه الفصول الدراسية. ايه القطع الاثريه اللي هيشوفها داخل المتحف، يعني متحف الاطفال مختلفه عن يعني الخارج، عن المتحف المصري الكبير؟ هو متحف الاطفال هو هياخد تجربه مشابهه تماما للتجربه الموجوده جوه المتحف الكبير، لكن بطريقه مقدمه للاطفال. يعني مثلا في قاعه العرض الرئيسيه هيلاقي الخمس موضوعات الرئيسيه اللي بيقوم عليهم المتحف المصري الكبير، الا وهي ارض مصر، الملكيه والدوله، المجتمع، المعتقدات، ثم المعرفة في مصر القديمة. طب هتبقى مختلفة ازاي؟ هتبقى مختلفة إن كلها عبارة عن ألعاب تكنولوجية وتفاعلية بالإيد. ولنفترض إن هو واقف دلوقتي في المنطقة المخصصة للعرض المتحفي عن أرض مصر، هيتعلم فيها عن ازاي الإنسان بدأ ينزل الأرض الوادي ويتعلم الزراعة، وبعد كده يبقى فيه يبني البيوت اللي هيعيش فيها، وكمان هيلاقي ترابيزة كبيرة كده تفاعلية عن نهر النيل بداية من المنبع حتى المصب. في الترابيزة التكنولوجي دي
هيعرف فيها تأثير الفيضان على أرض مصر في مراحله المختلفة، كمان هنربطه بالتراث المصري القديم اللي هو التراث الشفوي، اللي هي بعض الأمثال الشعبية اللي لحد دلوقتي الفلاحين بيقولوها وهي مرتبطة باسم الشهور في مصر القديمة. يعني على سبيل المثال هيلاقي في مرحلة معينة لما يجي وقت الفيضان أو بنتكلم على شهر توت في مصر القديمة، فنلاقي إن الفلاح بيقول في توت اروي ولا تفوت، وهو كده بيربط وقت المية في ان هو لازم يسرع ويروي الارض الزراعية. دي الامثال الشهيرة المرتبطة باسم كل شهر قبطي على مدار السنة. بالظبط، لاننا دايما في بالنا الثقافة برضه دي بشكل غير مباشر. بالظبط، متحف الاطفال قايم على اساسين، اول حاجة ان هو يعلمه الحضارة المصرية القديمة منذ عصور ما قبل التاريخ حتى العصرين اليوناني والروماني، وهي نفس الفترة اللي بيعكسها المتحف الكبير، وفي نفس الوقت نربطه ونربط مشاعره دايما بالتراث المصري سواء تراث ملموس أو غير ملموس. ده مثلا على أرض مصر. نيجي للمرحلة اللي بعد كده اللي هي بنتكلم عن الملكية والدولة، وخصوصا أن المتحف المصري الكبير قايم على الملكية، بنعرفه فيها دور الملك ودور الملكيات في مصر القديمة، حتى كمان السيدات اللي كانت مصاحبة للملك وكان ليها دور كبير حتى لو ما حكمتش. في حاجة لطيفة جدا في القسم ده بالذات، أن احنا أن الطفل هيجي له مكالمة تليفونية أو مكالمة من ملك أو ملكة من مصر القديمة، وكمان الحلو في الموضوع أنها تم تسجيلها بصوت ممثلين مصريين. على سبيل المثال مثلا الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة عمل لنا التسجيل الصوتي للملك نعمر اللي هو الملك اللي وحد مصر شمالا وجنوبا. الباقي بقى نخليه مفاجأة. هي تجربة شيقة جدا جدا يا أستاذة إيمان، يعني مجرد الحديث عنها. مين هيقدر يزور هذا المتحف، المتحف المخصص للأطفال؟ أوكي، كلنا نقدر نزور متحف الأطفال، يعني كلنا نزور متحف الأطفال ونستمتع به كمان. فبالنسبة لمتحف الأطفال التارجت أودينس أو الفئة العمرية المستهدفة لمتحف الأطفال هي من 0 ل 15. وهتسأليني ازاي من صفر؟ من صفر لأن احنا هنعمل برامج حتى للأم الحامل، يعني لو جات لنا الأسرة مكونة من أب وأم وفي طفل وفي أطفال صغيرين، فاحنا عاملين برنامج كامل اسمه فاميلي داي أو بيت أو يوم الأسرة. وكمان هنعمل مجموعة برامج للأطفال مع الجد والجدة وحكاياتهم، وكمان هنعمل رحلات للمدارس او هنستقبل رحلات للمدارس بدايه المرحله الابتدائيه والاعداديه وكمان الثانوي العام. دكتوره ايمان، استاذه ايمان، انا الحديث معاكي شيق جدا الحقيقه، الوقت جري بسرعه، وعايزه منك وعد ان انت ان شاء الله تشرفينا مره ثانيه بعد افتتاح المتحف نتحدث يعني ونتكلم بالتفصيل. ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذه ايمان ابو الحسن مديره متحف الاطفال بالمتحف المصري الكبير، شرفتينا. ميرسي لحضرتك جدا. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من نون القمة، ألتقيكم الأسبوع المقبل في نفس الميعاد في أمان الله.